يا فندم ده مفيش حدث او حادثه شغب واحده حتى هذه اللحظه في المونديال. مفيش مونديال او بطوله مجمعه عالميه الا لما بيحصل فيها احداث شغب من جماهير بقى اللي بتيجي والوفود اللي بتيجي. مره الجماهير الانجليزيه، مره الجماهير الاستراليه، مره الجماهير البرازيليه، مره الجماهير الارجنتينيه، مره الجماهير المكسيكيه، هتلاقوا شغب طول الوقت في اي بطوله. الامور ماشيه اقرب للمثاليه. شايفين؟ شايفين الجمهور الارجنتيني؟ والجمهور السعودي معاه؟ والحياه سهله. يا جماعه كاس العالم ده حرفيا كرنفال، الناس بتنبسط، بتروح تنبسط. الناس رايحه تنبسط، هي تفات اهو. طبعا سيبك، هو كده كده الارجنتين ما بتهتفش ضد السعوديه، هتهتف ضد البرازيل. ان هو مزاجهم ان هم لما بييجوا يغنوا هم بيغنوش غير ضد البرازيل، كده كده. العداء التاريخي في العداء الكروي التاريخي يعني. فالامور سهله. الامور ممتعه. طبعا الارجنتين داخله المباراه او جميع الارجنتين داخله المباراه انا كده كده هكسب. يا ترى بقى ايه؟ ميسي هيجيب اول هاتريك ليه في المونديال السنه دي، ولا دي ماريا هيعمل الشغل اللي عمله قدام المنتخب الاماراتي في المباراه الوديه، ولا الكلام ده كله. دول داخلين يشوفوا فرقتهم منتخب جميل، المنتخب السعودي داخلين يفرجوا. بص الجمال، غنى ومزيكا، وداخلين نحتفل ونفرح بمنتخبنا، واثقه في منتخبنا، واثقه في منتخبنا، الناس دي واثقه في منتخبها. مراسلنا محمود شاكر امبارح كان معانا وقال لما اتكلم مع جماهير السعوديه حتى هو هزر، قال لما سالت السعوديين هتعملوا قدام الارجنتين قال لي لا ما نكسب، نقدر نكسب. فمحمود حتى بيهزر وتقول لي لا ليه لا. طبعا اسطوره الاساطير ليونيل ميسي، اسطوره كل العصور مهما حصل يعني، مهما حصل. والنهارده على فكره لما احنا بنقعد نقول ايه احنا هزمنا ميسي، احنا هزمنا ميسي، هو مش شماته في ميسي بس، عشان قيمه ميسي. المنتخب السعودي النهارده بيهزم منتخب فيه ليونيل ميسي، دي حاجه كبيره قوي. هو ليونيل ميسي، اللي عنده 35 سنه، اللي هو ب 11 لاعب وعنده 35 سنه، فحاجه نفخر بيها، حاجه نحتفل بيها، حاجه تفرح.